طب سيد بشارة، لماذا لا تخرج الدولة اللبنانية بوضوح ممثلة في أي من قياداتها؟ خلينا نتكلم عن رئيس الوزراء أو رئيس مجلس رئيس البرلمان، يعني بوضوح يا أخوانا نحن لسنا مسؤولين عن قرارات حزب الله، يعني ما احنا ما تدمروش بيروت عشان انتوا داخلين في حرب مع السيد حسن نصر الله وحزب الله في الجنوب. بعبارة أخرى، ما تاخدوناش نقول ندفع ثمن قرارات مش بإيدينا. هل من الممكن أن تتبرأ الدولة اللبنانية عبر لسان بيان يوقع عليه 25 سياسي مهم من طوائف مختلفة، والإحنا يعني غير مسؤولين عن عما فعله حزب الله؟ هذا الكلام يقال في كل المنابر من ناس مثل حكايتنا، يعني يخافون على المصلحة اللبنانية العليا. أنا كمواطن لبناني قبل أن أكون باحث وكاتب وصحافي ومستشار واللي بدك إيه، أنا كمواطن لبناني أردد دائما أن يعني الهجوم على حزب الله شيء والهجوم على لبنان شيء آخر مختلف، ويجب فك الربط ما بين حزب الله كمنظومة مسلحة ودولة لبنان التي تدفع ثمن المغامرة التي يقودها حزب الله. أما إذا كنت تنتظر موقفا رسميا لبنانيا، لا، أنا بقول بالكواليس كل الوزراء اللي ما كتير بيتفقوا مع حزب الله أو هواهم شوي مختلف عن هوا حزب الله بيحكوا بكواليسهم هذا الموضوع، لكن لم تخرج يعني هيك موقف صارم من قبل الحكومة اللبنانية يقول لا لسنا حزب الله. ليه بقى؟ مش خايفين على لبنان؟ خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقال ذات يوم أنا لا أملك قرار الحرب والسلم، ونفض وغسل يديه من أي قرار يختص بالحرب وبالسلم، كأن الحكومة بس شغلتها، وهون تحية لعمرو دياب، شغلت الحكومة فقط يعني تأمين مهرجانات وتنسيق مع الفنانين والمطربين بالصيفية، وترك قرار اتخاذ الحرب أو السلم والمفاوضات لفريق مسلح. ما هي دي برضو مأساة، يعني ما يعني أنا معلش أنا بأسف إن أنا بتطفل، بس لبنان عزيزة على كل عربي، يعني الناس دي مش خايفة على لبنان إنها، يعني قصدي ما هو أنت في الوضع الراهن الصمت، ما هو بيقول لك يا إما السكوت علامة الرضا يا إما لا ينسب إلى ساكت قول، فهو دلوقتي أنت ساكت، فساكت دي إسرائيل بتقول لك خلاص أنت مسؤول، لكن لو مثلا تم توقيع على بيان من 100 مسؤول و100 شخصية عامة ويقول نحن السكوت علامة الخوف، ربما السكوت علامة الخوف، والله نقول كده، نكتب احنا خايفين من حزب الله، ما هنعمل ايه؟ طيب ما انا مش عايز لبنان يدفع ثمن، يعني لبنان مجموعة اجزاء، جزء لا يخاف حزب الله مثل حكايتنا وبيقول الحقيقة مثل ما هي، وجزء يخاف حزب الله، وجزء اخر يعلم حقيقة حزب الله لكنه يهادن ويساير طمعا بمراكز ومناصب. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لو أنا يعني أنا بسأل حضرتك أسئلة على بثق في خبرتك، يعني لو إحنا النهاردة مثلا بنتكلم بعد 6 شهور من النهاردة، هتكون حرب قامت ولا إن شاء الله ما يبقاش في حرب من وجهة نظرك؟ أنا من القائلين أن أولا نحن يعني خلينا نوضح، نحن الآن في حالة حرب، لكن إن كنت تتحدث عن الحرب الشاملة الكبيرة التي تدمر وتقتل وتجتاح وكذا، أنا من القائلين أننا لن نصل من أول يوم، لن نصل، سنبقى بحالة الاستنزاف. ما يحصل اليوم هو حرب استنزاف، إسرائيل اليوم كصياد بيمرق قدامه طريدي بيقوس عليها، هيك عم بتصير. ولماذا يعني يذهب إلى حرب كبيرة طالما عم بحقق أهداف يومية كل يوم، مقتل قياديين 3 4 5 6 من حزب الله؟ أنا بتقديري لن نصل إلى حرب. وكمان بدي أكرر يلي قلته مبارح من يومين على العربية زميلتكم، أن السوبر باور بالمنطقة، أعني به الولايات المتحدة الأمريكية، لن تسمح بالحرب الشاملة، لن تسمح لإيران بالتحرش والدخول في الحرب الشاملة إلى جانب حزب الله بوجه إسرائيل، ولن تسمح للإسرائيلي الاعتداء على لبنان وليس على حزب الله. الحرب بين إسرائيل وحزب الله قائمة يوميا، لكن عندما تصبح الحرب شاملة وكبيرة وكأنها حرب على لبنان، هذا ما
لا يمكن للأمريكي أن يسمح به نظرا لارتباطه التاريخي بلبنان مثل ارتباطه أو أقل شوي من ارتباطه بالإسرائيلي، لكن أيضا هناك كما نكون عاطفيين فقط هناك مصالح أمريكية بعدم وقوع الحرب. لا تنسى سيدي الكريم أن أمريكا هي من أشرفت على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما أسميته أنا وقت ذاك تطبيع غير معلن بين لبنان وإسرائيل، عندما اعترف رئيس مجلس النواب الشيعي الأستاذ نبي بري وقال دولة إسرائيل، ولم يقل يومها الكيان الصهيوني أو هذه الكلمات التي كان يستخدمها محور الممانعة. لذلك أنا أقول ما حصل برعاية أمريكا وقت ذاك كان تطبيعاً بين لبنان وإسرائيل غير معلن، وأمريكا لديها رغبة كاملة باستكمال هذا الإنجاز حتى الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وتحديد النقاط كافة وصولا إلى تحديد الحدود بين لبنان وسوريا أيضا. لذلك أنا أقول الحرب التي يهول بها لن تقع، سنبقى على حال الاستنزاف حتى تنتهي، حتى تنتهي حرب وقف أو حتى يبدأ وقف إطلاق النار في غزة ورفح وفلسطين وعلى الحدود مع مصر، وينسحب هذا يعني أو هذه التسوية ستنسحب حكما على الحدود الجنوبية مع بشار خير إسرائيل. الله الكاتب والباحث السياسي بك. كنت حضرتك معنا من بيروت، لك كل الشكر، ويبقى أمريكا عملت حاجة عدلة في المصايب الكتيرة بتعملها في منطقتنا.